جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أم عطاء تسأل وتقول: هل الذي يريد الجمع بين الصلاتين لعذر، هل يجب عليه ألا يفصل بينهما بفاصل ككلام أو نوم أو غيره؟ نعم. هل الذي يريد الجمع بين الصلاتين لعذر، هل يجب عليه ألا يفصل بينهما بفاصل ككلام أو نوم أو غيره؟ نعم، من يريد الجمع بين الصلاتين وهو يسوغ له الجمع، إما لمرض وإما لسفر وإما لمطر يبل الثياب أو وحل، فإن من شروط الجمع الموالاة بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما إلا بفاصل يسير من وضوء أو حاجة خفيفة. وأما النوم وأما الفاصل الطويل فهذا يبطل الجمع، وأما الكلام فإنه لا يبطل الجمع. إذا تكلم بعد الصلاة الأولى ولا سيما إذا كان الكلام لحاجة فإن هذا لا يبطل الجمع. نعم.